يقول هذا السائل: كنت أتحدث مع أحد طلاب العلم فاتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه خرج على الدولة العثمانية، فما جواب هذه الشبهة؟ جواب هذه الشبهة سهل بحمد الله، أي قال: ثبت العرش ثم انقش، أثبت أن البلاد النجدية كانت تحت ولاية الدولة العثمانية، فحينئذ يمكن أن يسلم لك بالقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان خارجا عن الدولة العثمانية. والبلاد النجدية لما ضعفت ولاية الخلافة العباسية على تمام البلاد الإسلامية خرجت فيها الدولة الأخيضرية، وهي دولة كان مقرها اليمامة وكانت على مذهب الزيدية، ثم بقيت هذه الدولة إلى القرن الرابع حتى زالت على يد دولة القرامطة الكائنة في الأحساء التي امتد نفوذها إلى هذه البلاد. ثم لما لوت دولة القرامطة في الأحساء صارت نجد إمارات منذ أواسط القرن السادس تقريبا، يتناوب فيها المتولون كل باعتبار من غلب، فحالهم أشبه بما كانت عليه ملوك الطوائف في البلاد الأندلسية. والدليل أن مدونات الدولة العثمانية في ضبط ولاياتها لا يكثر فيها نجد، بل هناك كتاب لأحد ضباط الخلافة العثمانية التي تضبط فيها دفاتر الولاية اسمه يمين علي أفندي، ذكر فيها الولايات العربية التي تحت ملك الدولة العثمانية، فلم يذكر في المسجلات التي في الدفتر منها ولاية نجد، فعلم بهذا أن ولاية نجد لم تدخل تحت ملك أحد منذ القرن السابع، وإنما كانت إمارات متفرقة حتى ظهر فيها الشيخ محمد عبد الوهاب فنصره الإمام محمد بن سعود، فصارت الغلبة لآل سعود وصاروا متولين بالغلبة وانتشر ملكهم، فلم تكن هذه البلاد خارجة عن ملك الدولة العثمانية لأنها لم تكن داخلة فيها. ومن ادعى خلاف ذلك فليأتي بالدليل، ولن يأتي بدليل أبدا من السجلات العثمانية التي أعلنت وانتشرت وصار الاطلاع عليها ممكنا في الدولة التركية الحالية، بل فيها أن البلاد النجدية مسقطة من الرعاية ومن عدم الولاية في الخلافة العثمانية، فلم يكن الإمام محمد بن عبد الوهاب بحمد الله خارجا عليها.